بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في راديولوجي بالمختصر المفيد. هكلم حضراتكم النهارده عن نقطه صغيره بس مهمه، وهي سيمتريستي تراب. ايه قصه سيمتريستي تراب؟ في مجال الاشعه التشخيصيه كومون كتير عندنا جدا احنا نلاقي الليجن يونيلاترال، بيكون على ناحيه واحده، حتى لو ما كنتش انا عارف ايه الليجن اللي قدامي، لكن على الاقل عدم وجوده على الناحيه الثانيه او الناحيه النورمال بيديني مؤشر واشاره ان في ليجن هنا في المكان ده. يعني ممكن ما اعرفش ان ده شيزينكيفالي، ما اعرفش ان ده هيميميجالينكيفالي، لكن هلاحظ على الاقل ان في ليجن هنا على الناحيه دي، هشوف ان في ابنورماليتي في الفنتريكولار سيستم على الناحيه دي على مستوى البرين او الاذر اورجنز ان جنرال، بس بنتكلم على الاورجنز اللي فيها يعني بايلاتيرالتي وسيمتريستي. لكن لما بيكون الليجن بقى بيحصل بايلاترال وسيمتريكال، وخاصة لما يكون مش ليجن، يعني يكون عبارة عن غياب ستراكشر معين، ده ممكن يعمل لي فخ اقع فيه وهو فخ سيمتريستي. لما بيكون ممكن يكون ليجن سيمتريكال مثلا زي الهيدروكيفالس زي ما احنا شايفين، لكن احنا عشان عارفين شكل النورمال فنتريكل فبكون عارف مثلا ان الفنتريكلز دي اللارجد ودايليتد وسيمتريك على الناحيتين، فبعرف ان ده مثلا هيدروكيفالس. مثال تاني مثلا فار ديزيز. فار ديزيز هو عباره عن بايلاترال كالسيفيكيشن في البيزل جانجليا سيمتريكال على الناحيتين، برغم ان هو سيمتريكال بس برضو ان هو مش مكان او شكل ليجن معتاد، برضو بلاحظ ان في ابنورماليتي حتى لو ما عرفتش ان ده فار ديزيز، بقول ان في بايلاترال سيمتريكال كالسيفيكيشن في المكان الفوقلاني وهكذا. لكن لما بيكون الليجن او الديزيز عباره عن غياب ستراكشر معين، ممكن ده يعدي عليا، وده اللي حصل معايا شخصيا في حاله من كام يوم عدت عليا، كانت حاله هانتنجتون ديزيز. ديزيز اسمه ايه؟ اسمه هانتنجتون ديزيز، علشان يعني تسهيل كده عشان تفتكروا اسم الديزيز، اسمه هانتنجتون ديزيز. هانتنجتون ديزيز عباره عن ايه؟ احنا عارفين الاستراكشر بتاع البيزل جانجليا، بتكون من الكوديت نيوكليوس اهي اللي بالاحمر، والبوتامين والجلوبس باليدس اللي بالاصفر، وعندنا طبعا جنبهم الثلمس هنا بالشكل ده. ده استراكشر طبعا البيزل جانجليا، من الاستراكشر الاساسيه في البرين، واحنا عارفين الاستراكشر بتاعها زي ما انتم شايفينه بينهم الانترنال كبسول. الهانتنجتون ديزيز عباره عن اوتوزومال دوميننت ديزيز، عباره عن نيورو ديجنريتيف ديزيز بكاركترايزد باي ابسنس اوف نيورونز بتاعت البيزل جانجليا، سبيشالي الكوديت نيوكليوس والبوتامين، الاثنين دول بيكونوا مش موجودين. الديزيز بيكون ليه موتور كالمانيفستيشن، سواء كانت الكوريا الباركنسونيزم الانستيدنس الديسفاجيا وهكذا، او نال موتور مانيفستيشن تكون سايكوجينيك ان جنرال زي الدبريشن سويسايد تندنسي السايكوز الاباثي وهكذا. الهانتنجتون ديزيز بيكون مشكلته ان انت لما بتشوف، خصوصا لما يكون العيان اولد شويه، الحاله اللي كنت شفتها كان طفل صغير 10 سنين، هو عامه بيتشخص غالبا من 30 ل 60 سنه، لكن بيحصل في جوفينايل وبيتشاف في الاطفال الصغيرين. ممكن تفتكر ان البرين فيه شويه يعني اتروفيك تشينج بسيطه وهكذا، ويعدي عليك غياب وعدم وجود الاستراكشرز دي في الفيلد بتاعك. فبيكون الشكل زي ما حضراتكم شايفين، هو غالبا طبعا عشان غياب الاستراكشرز دي بيكون الانتيرو هورنز بتاعت اللاتر فنتركل بتكون دايليتد شويه، لكن في سيكونس المختلفه، والام ار اي طبعا هو ذا بيست موداليتي فور دايجنوز اوف هانتنجتون ديزيز. فبيكون عدم وجود الاستراكشرز اللي احنا قلناها هو المصيده اللي ممكن يعني تقع فيها ويعدي عليك التشخيص بتاع الديزيز. فلذلك نصيحة لحضراتكم، دايما لما بنشوف الأفلام بتاعتنا نراجع الاناتوميكال استراكشر. معرفتي بالاناتومي كويس هي اللي هتساعدني ان اعرف ان في حاجة ابسن، ممكن ما كنتش عارف ان هانتنجتون ديزيز، ما كنتش عارفه مثلا، لكن انتباهي لعدم وجود الاستراكشر دي ومراجعتي ليها اناتوميكال بيفتح لي الباب ان انا ادور ان ايه الابنورماليتي وما اتخدعش في السيمتريستي تراب. شكرا لحضراتكم، دي سورسز مختلفة احنا ممكن حضراتكم ترجعوا لها وتشوفوا يعني مزيد من التفاصيل عن الديزيز. ولا ننسى الدعاء لإخواننا في غزة في اليوم 248 من الحرب، حيث أكثر من 37 ألف شهيد و84 ألف جريح، وخالص الدعاء لإخواننا في غزة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.